نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام الشهاب الرملي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب، قال وأنه تعتبر موافقة المجتهد الفاسق، فتفيد موافقته في انعقاد الإجماع وتخل مخالفته في عدم انعقاد الإجماع. وبنى ذلك كما قال على عدم اعتبار العدالة في الاجتهاد، يعني أن العدالة ليست ركنا من أركان الاجتهاد. وعلى هذا فإن الفاسق يتصور فيه أن يصل إلى درجات الاجتهاد. وتكلمنا في المحاضرة السابقة عن النظر الذي ذكره بعض المحققين في هذه المسألة، وأنهم لم يرتضوا ما قاله القوم من أن العدالة شرط في حصول الاجتهاد. قال وهو الراجح، يعني الراجح عدم اعتبار العدالة كركن من أركان الاجتهاد. ونحن قد تكلمنا في هذه المسألة وقلنا بأن الاجتهاد عبارة عن ملكة وعبارة عن وسائل وأدوات متى تحققت وصل الإنسان فيها إلى هذه الدرجة وإن كان فاسقا، لأن الإجماع لو انعقد بدون قوله، لو انعقد الإجماع بدون قول ذلك المجتهد الفاسق للزم ترك اجتهاده. يعني لو انعقد الإجماع بدونه، طيب ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن الإجماع ينعقد وهو مأمور بأن يعمل بقول نفسه ومأمور بأن يعمل بالإجماع، فيتعارضان ويؤدي ذلك إلى المحال، أي أنه مأمور بالعمل بالإجماع مأمور بالعمل باجتهاد نفسه، فكأنه قال له اجمع في هذه المسألة بين المتنافيين. فلو يعني تصورنا أن رأيه في هذه المسألة الوجوب والإجماع رأي الحرمة، فكأن الشرع قال له اعمل بالوجوب واعمل بالحرمة في آن واحد، أليس هذا محالا؟ ولذلك قال لزمه ترك اجتهاده، لزم ذلك المجتهد الفاسق ترك اجتهاده الشخصي إليه إلى الإجماع وهو محال. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الجمع بين المتضادين أو بين النقيضين، كأن الشرع قال له اعمل باجتهادك لا تعمل باجتهادك، اعمل بالإجماع لا تعمل بالإجماع. ولو قيل بانعقاده في حق غيره دونه، لو يعني هو يعني المسألة لا تخرج عن هذين التصورين، إما أن ينعقد الإجماع في حقه وحق كل الناس وهذا هو شأن الإجماع، فيكون على الحالة الأولى مأمورا بالعمل بالإجماع ومأمورا بالعمل باجتهاد نفسه، وقد يتعارض العمل بالإجماع مع العمل باجتهاد نفسه فيؤدي ذلك إلى أن الشارع يأمره بأن يفعل الشيء ولا يفعله، أو يجمع بين في الشيء بين حله وحرمته وذلك محال. طيب، أو إما أن يكون الإجماع مخاطب به كل الناس عدا ذلك المجتهد، فهو مخاطب باجتهاد نفسه
ده احتمال. طب وما على هذا الاحتمال من مفاسد؟ ما هو الأصول علمتنا أننا كيف نفكر وآلية التفكير المستقيم وما يترتب على كل احتمال من مشاكل شرعية، فهذا كله حاصل في إطار التفكير، في إطار النضج الفكري. ولو قيل بانعقاده، يعني بانعقاد الإجماع في حق غيره، يعني في حق ذلك، في حق غير ذلك المجتهد الفاسق، لزم كون الإجماع دليلا. يترتب على هذا إيه؟ أنه يكون دليل في حق كل الأمة، وأنه يكون ليس بدليل في حق ذلك المجتهد الفاسق، وذلك صدام للنصوص الدالة على أن الإجماع حجة على الكل، وأنه لا تفرقة في هذا بين لون ولون وشكل وشكل. قال: لزم كون الإجماع دليلا في حق بعض الأمة دون بعض، وهو محال أيضا. لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع أثبتت أنه حجة في حق كل الناس، ولم تأتي الأدلة بهذه التفرقة المعيبة التي تصادم النصوص الشرعية الصريحة. وقيل لا تعتبر، يعني ايه بقى لا تعتبر؟ ده عيد على ما سبق. لا تعتبر موافقته كما لا يعتد بروايته، قياسا على انه لا يعتد بروايته، فروايته متروكة لفسقه، وكذلك اجماعه غير، وكذلك يعني موافقته لأهل الإجماع غير معتبرة. فكما أن موافقته لأهل الإجماع لا تعتبر قياسا على أن روايته لا تعتبر، لأن في النهاية إيه؟ إنه سيخبر باجتهاده، ما في إخباره، ما هو من قال بهذا لعله نظر إلى أن الموافقة لا تعلم إلا بإخباره عن نفسه، وهو غير مقبول في إخباره عن نفسه أو عن غيره. قالوا: قيل لا تعتبر كما لا يعتد بروايته. قال: وقيل يعتبر في حق نفسه دون غيره، يعني أنه يعتبر اجتهاده. بس احنا كده خرجنا إلى مسألة أخرى. وقيل لا يعتبر، تعتبر موافقة المجتهد الفاسق في حصول الإجماع، ماشي، وهنا قال يعتبر في حق نفسه دون غيره. بيقول لك انظر هذا القول في نهاية السول: تشنيف المسامع، فواتح الرحموت، شرح العضد، إرشاد الفحول. فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم وعلى غيره مطلقا. يبقى هو ده تفسير هذا القول، هو ايه؟ ان اجماع العدول يصير حجة عليه ان وافقهم، وحج على غيرهم مطلقا. طب وان خالفهم؟ هو حجة على الكل الا عليه في حق نفسه، وده طبعا يؤدي إلى التبعيض، فيكون إجماع العدول حجة عليه إن وافقهم وعلى غيره مطلقا، سواء وافقهم أو خالفهم. وقيل
يعتبر وفاقه إن بين مأخذه. يعني لو ذلك المجتهد الفاسق مع أهل الإجماع بين دليل موافقته، قال أنا الدليل عندي في هذا الرأي كذا وكذا، والدليل عندي في المخالفة كذا وكذا، يبقى بين لي المأخذ، بين لي الدليل، حينئذ أخذ الدليل وأنظر فيه ويدفع به ذلك الشك والوسواس الذي يدخل في قلبي بأنه متفسق، بأنه يعني متساهل في التعامل مع الشريعة. وقيل يعتبر إن بين مأخذه، وإلا يعني وإن لم يبينه فلا يعتبر. ليه؟ قال لأنه هو فاسق، فممكن يكون متساهل، وممكن يكون شخص معروف عنه يعني عدم التدقيق في النظر في الأدلة، وممكن أشياء كثيرة. انتهينا من هذه المسألة بفضل الله تبارك وتعالى، وأنه لا ينعقد الإجماع مع مخالفة بعض مجتهدي العصر وإن كان واحدا، يعني يبقى أن أهل الإجماع قاطبة اتفقوا إلا رجلا واحدا من أهل الإجماع ومن أهل الاجتهاد، يعني ضرت مخالفته. وعلى ذلك يقولون تضر مخالفة المجتهد الواحد لسائر المجتهدين، فلو أجمعوا على شيء وخالف واحد انقدح الإجماع ولم يكن ذلك الإجماع معتبرا. ليه؟ قال لأن الأدلة أثبتت العصمة لكل الأمة، وها إجماع الأمة واتفاقها ما عدا واحد ليس هو كل الأمة الذي جاءت النصوص بإثبات العصمة له. قال وإن كان واحدا، لأن إضافة علماء إلى أهل العصر تفيد العموم. سهلة جدا، هو في التعريف قال إيه يا مشايخ؟ العلماء العصر. العلماء جمع، وجمع مضاف، والجمع المضاف يا عم، الجمع المضاف يا مولانا يا عم، يعني كل واحد من علماء العصر. يبقى الإجماع هو إيه؟ اتفاق كل علماء العصر، كل فرد منهم لا يشذ عنهم ولو واحدا، وهو الصحيح، لأنه مع المخالفة لا يسمى إجماعا، لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة، لأن المؤمن لفظ عام في آية الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والأمة موضوعة للكل، لا تجتمع أمتي على ضلالة في الحديث، ولأن من الجائز إصابة الأقل، من الجائز إن الواحد المخالف لأهل الإجماع أن يكون معه الحق وألا يكون الحق مع الأكثر، ذلك أمر وارد. وقيل الأول هو المعتمد وهو الراجح، وقيل تضر في انعقاد الإجماع مخالفة الاثنين دون الواحد. يعني لو اتفق كل علماء ومجتهد العصر إلا اثنين، هل ينضر انعقاد الإجماع أم لا؟ ينضر. طب ولو خلف واحد؟ قال ما فيش مشكلة، لأن مخالفة الواحد يعني يسيرة، الواحد في حكم العدم
لأن الغالب أن يكون الحق مع الأكثر. وقيل مخالفة الثلاثة، قال والله مخالفة الثلاثة. طب لو اثنين، لو اثنان خالفوا أهل الإجماع، اثنان خالف أهل الإجماع لا ينضر، ثلاثة حد الضرر إنما يكون عند مخالفة الثلاثة دون مخالفة دون الواحد والاثنين، يعني دون مخالفة الواحد والاثنين فتضر حينئذ، فلا تضر حينئذ، فلا تضر حينئذ. وقيل هو المخالف قد ايه؟ لو كان المخالف ده عدد يصل الى انه لو اخبر بخبر يفيد التواتر واليقين يكون هذا حينئذ مؤثرا في انعقاد الاجماع، ولو هذا العدد اخبر ولا يفيد خبره التواتر لا يعني يكون مؤثرا في هذا في هذه الحال. بس ده ملوش ضبط، خلي بالك، لأن العدد الذي يحصل به التواتر ليس عددا معينا بل حالة. في بعض القضايا يكتفى بعدد قليل لسرعة قبولها، وهناك بعض القضايا لا، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى من يخبر ومن يخبر ومن يخبر حتى يحصل لي يعني صدق بحصول مضمونها. وده كلام إمام الحرمين. قال مخالفة بالغ عدد التواتر دون من لم يبلغه، يعني إذا بلغ المخالفون عدد، إذا بلغ عدد المخالفين عدد التواتر فيضر مخالفته، وإذا لم يصل عدد المخالفين عدد التواتر فلا تضر مخالفتهم. ومع هذا يشترط شرط آخر، أن يكون العدد المتفق أكثر من العدد المخالف. يعني لو بلغ عدد التواتر خلاص، المخالف بلغ عدد التواتر يبقى يطعن في حجية الإجماع. ليه؟ لأنه لما يبلغ عدد التواتر يبقى قولهم أفاد اليقين. فلو قلنا بانعقاد الإجماع لحصل حينئذ ما يشبه جمع المتناقضات، لأن هؤلاء الذين خالفوا الإجماع وبلغ عددهم التواتر قولهم يفيد اليقين، هاب إن هم اتفقوا بقى على رأي يبقى رأيهم ده يفيد الإيه؟ يفيد اليقين. طب وأهل الإجماع قولهم يفيد اليقين، فيقينهم دول بالحرمة ويقينهم دول بالوجوب، يبقى احنا بقى كده بنجمع ما بين المتناقضات. قال إذا كان غيرهم أكثر منهم، ده في حالة إيه؟ دون من لم يبلغه، يعني إذا لم يبلغ عدد التواتر المخالف وكان الموافق يعني أكثر من المخالف أن ينعقد هنا الإجماع، بخلاف ما إذا لم يبلغ عدد التواتر والموافق أقل من المخالف قال يبقى ما ينعقدش الإجماع. واضحة جدا. وقيل تضر مخالفة من خالف، إن ساغ الاجتهاد في مذهبه دون ما لا مجال للاجتهاد فيه. قال ننظر إلى الموضوع، موضوع ايه؟ الرأي ده رأي يسوغ فيه الاجتهاد ام لا؟ فان ساغ فيه الاجتهاد وخالف فيه اي عدد يضر. قال تضر مخالفة من خالف ان ساغ الاجتهاد في مذهبه، بينظر الى القضية التي يجتهد فيها، هل هي من القضايا
التي يسوغ فيها الاجتهاد والنظر والبحث أم لا؟ فإن ساغ فيها النظر والبحث وكانت متداولة لي يعني التأمل وخالف فيها أقل عدد ضر حينئذ ذلك العدد. وإن كانت القضية لا يسوغ فيها الاجتهاد، قضية الربا، يبقى إن خالف فيها واحد إيه يضر، لا يضر، إن خالف فيها واحد لا يضر، يبقى تضر مخالفة من خالف. إن ساغ الاجتهاد في مذهبه يعني فيما ذهب إليه مما خالف الإجماع بأن كان فيه مجال للرأي لعدم ورود نص فيه كالعول، العول ده ما فيهاش نص بس مسألة اجتهادية ويسوغ فيها الاجتهاد، بخلاف ما لا يسوغ فيه الاجتهاد لأنه ورد في نص، فلو ورد في نص وخالف فيه أي أحد يبقى لا يضر، خالف زي ما تخالف احنا هنرجع للنص. ده الرأي ده اللي قال بيه واحد سلفي ولا ايه؟ قال والله يبقى ننظر للقضية، قضية ديت قضية اجتهادية وقضية يسوغ فيها النظر وما فيهاش نص وتحتاج إلى نظر وقياس وإلى وإلى، فهذه القضية إن خالف فيها من خالف تضر مخالفته. طيب ولو كانت قضية يعني الاجتهاد فيها لا يسوغ لأن فيها نص ونص واضح جدا جدا وخالف فيها من خالف، قال يبقى في هذه الحالة لا تضر مخالفته، خالف اثنين لا تضر، ثلاثة لا تضر، أربعة لا يضر، لأن الإجماع مع المخالفة تقوى بحصول النص فيه. فيبقى يا مشايخ اللي خالف فيها لم يبلغه النص، تأمل، اللي خالف فيها لم يبلغه النص، ولو بلغه النص سيعود إلى النص، لأن النص هنا معناه إيه؟ أنه صريح، نص يعني إيه؟ يعني لا يحتمل التأويل، ده واضح جدا لو اطلع عليه سيقول بمضمونه، فعدم أو مخالفته تدل على أنه لم يطلع على النص، مثل ربا الفضل خالف فيه ابن عباس ثم بعد ذلك عاد، فيكون ابن عباس يخالف في ربا الفضل لا يطعن في إجماع العلماء على تحريمه. وقيل تضر المخالفة في أصول الدين لخطره دون غيره من العلوم، لأنه فن خطير ويترتب عليه تكفير المخالف، فلو خالف فيه واحد لضر دون غيره من العلوم، يعني ليس بقية العلوم ليست في خطر وفي عظم هذا الفن، فن ده فن خطير لو خالف فيه واحد، مسألة معينة لا، ده يترتب عليه إما تبديع يا إما تفسيق يا إما تكفير يا إما يا إما. هما بيقولوا حكى القرافي عن الإخشيد من المعتزلة، وقيل يقول وقيل لا يكون إجماعا بل حجة، ورجحه ابن الحاجب، فإنه قال لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين لم يكن إجماعا، والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون متمسك المخالف، حجة يعني لبعد أن يكون ما تمسك به المخالف يعني دليل، وكأنه يرتاح قلبا وقالبا للأكثر لمن يعني اتفق لا لمن اختلف. يعني هو بيقول هنا لا يكون إجماع يعني اتفاق الأكثر عدا واحد عدا اثنين عدا ثلاثة، قال هذا الاتفاق نستفيد منه أنه حجة،
وأنه دليل، ولكن لا يكون إجماعا، لا يسمى ذلك إجماعا، إنما هيتسمى يا مولانا هيتسمى دليل. ليه مولانا؟ قال عامل زي الدليل، يعني هيتسمى دليل أو مش دليل، هو عامل زي الدليل، قال لأن ما عليه الأكثر ده اللي هيبقى حجة، وهو ده اللي يجب العمل به، وده اللي يجب المصير إليه، لبعد أن يكون الذي ذهب إليه الأقل دليل وحج، بل الذي ذهب إليه الأكثر ترتاح النفس إلى أن معهم الدليل، وأن معهم المطلوب، وأنهم أقرب إلى الإصابة، وأنهم أقرب إلى الإجادة، وهكذا. فهمنا مشايخ؟ كلام دقيق جدا. يعني أنا عندي 100 عالم، منهم 99 قالوا بالحرم، وواحد قال بالحل. ابن الحاجب بيقول ايه؟ اللي قائل 99 قالوا بايه؟ بالحل. بالايه؟ يا اخي خليها بالحل والواحد التاني بالحرم. الحل ده وجب العمل به، لان 99 عندي يكون قد يعني وصلوا الى الدليل المعتبر، والواحد لعله لم يصل، وانه لا ينعقد، يعني لا ينعقد الاجماع في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه معاني جميله، الكتاب ده حلو ليه والله، والله العظيم الكتاب ده جميل. قال وانه، يعني ان الحال والشان لا ينعقد. عارفين الانعقاد يعني ايه؟ يعني انه يصير اجماعا كانعقاد النكاح. يعني انت عندك مثلا حضر الشهود وحضر الزوج، حضر الزوجه، ويعني استعدوا للصيغه، ولكن لم يحضر الولي، فقال الزوج مع الزوجه عند الشافعي، هيبقى ايه؟ مش هيبقى نكاح، لم ينعقد النكاح، لانه لا ينعقد الا اذا توافرت فيه الاركان والشروط، ولا ينعقد. يعني عارف معنى الكلام ده ايه؟ انه لو اتفق كل علماء العصر بما فيهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اجماعا، وانه لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال هو احنا عندنا حاجتين، انتبه، عندنا يعني ايه؟ يعني لدينا، عندنا يعني لدينا. طب ما عندنا ما هي اللغة العربية، صح ولا لا؟ طب ما احنا بنقول لغة عربية، احنا يعني نحن لدينا امران. الأمر الأول، إما أن يتفق كل العلماء في عصر سيدنا رسول الله وهو معهم، وإما أن يتفق الجميع وهو ليس معهم، وليس لدينا ثالث. ما هو الأصول دي يا أخوانا، أنا أحبيت الأصول لماذا؟ لأنها تؤسس العقل. إما أن يتفق الكل بما فيهم سيدنا رسول الله معهم، وإما أن يتفق الكل ويكون سيدنا رسول الله ليس معهم. فإن اتفق الكل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معهم، الحجة في الإجماع ولا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، ده الحجة تبقى في سيدنا. يا اخوانا، يعني اذا حضرت الشمس، والله هو اعظم من الشمس، لكن تشبيه لقاصر العقول، ده هو افضل خلق الله، شمس ايه وقمر ايه، يعني ما فيش حاجه نستطيع ان احنا نشبهه بها. لماذا؟ لانك كلما شبهته بشيء هو افضل مما تشبه. شبهته بالقمر، هو ام القمر؟ ده هو أجمل من القمر وأحلى من القمر.
وهو أفضل عند الله من القمر وأفضل من العرش وأفضل من الكرسي. مش بيقول هو أنا خير ولدي آدم؟ فكلما تشبهه بشيء هو أعلى وأرقى وأجمل وأحلى من ذلك الشيء، فما ينفعش يشبه. أخبر لك إنما نشبه به إذا كنا على قدر المستطاع، وأما هو أن يشبه بشيء فدائما المشبه به يكون أعلى من المشبه غالبا، عشان بعض علماء البلاغة قالوا كده. نحسن أقول لك كالقمر ليلة البدر، بس هو أحلى من القمر وأجمل وأعلى من القمر. ولكن كل هذه الأساليب إنما جاءت على نطاق لغة العرب، العرب كانت بتفعل هذا، فخوطبنا وخاطبنا بنفس هذه الطريقة. لكن عند التحقيق لا لا، هو أعظم من كل هذا. فلو هو كان مع أهل الإجماع لكانت الحجة في قوله دون قولهم، لأن هو سيدنا موجود. من اللي هيكون هو محل الحجية، هو أم هم؟ هو. طب هم اجتمعوا دونه وهو له رأي، أيهما يكون الحجة؟ في رأيه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك انتبه كده، لأنه الكلام ده جميل يعني. قال لأنه إن وافقهم، يعني إن وافق المجتهدين في تقرير أو قول أو فعل، فالحجة في قوله لا في قولهم. ليه؟ قالوا لأن سيدنا رسول الله وصفه ربه وقال وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على الاستقلال بالحكم، وإلا يعني وإن خالفهم، يعني وإن لم يوافقهم بأن خالفهم فلا اعتبار بقولهم، يعني فلا يعتبر قولهم في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه هو الدليل وهم مش دليل. دونه وأن التابعية المجتهدة وقت اتفاق الصحابة معتبر معهم لأنه من علماء العصر. وهنا يبين لك الشيخ الرملي قيمة التعريف الاصطلاحي، أنه قد انبنت عليه مسائل الباب. قال وإلا نعم، وأن التابعية المجتهد، تابعي ومجتهد، ونشأ في عصر الصحابة وحصل أدوات الاجتهاد وتوافرت لديه الملكة، فهل يعتبر معهم في الإجماع أو لا يعتبر معهم في الإجماع؟ لا يعتبر معهم في الإجماع. لماذا؟ لأن التعريف يشمله. قال علماء العصر، ولا شك ولا ريب في أنه من علماء العصر، ولأن أدلة الإجماع التي دلت على عصمة الأمة تشمله. طب هب إن هو الصحابة أجمعت وانتهى إجماعهم، ثم بعد ذلك نشأ ذلك المجتهد وصار بعد إجماعهم من أهل الإجماع، هل يشترط في الإجماع السابق؟ لا، لأن الإجماع السابق قد انعقد وهو واجب عليه أن يعمل بالإجماع السابق. هنا فيما يأتي من مسائل أتكلم على أكثر من صورة من صور الإجماع المختلف فيها، الراجح أن كلها ليست من قبيل الإجماع وإن قال بها بعض العلماء. قال وأن اتفاق كل من أهل المدينة النبوية
ليس بحج. يبقى دي مسألة رقم واحد تكتب فيها مسألة ايه؟ رقم واحد اتفاق اهل المدينة اتفاقهم على ايه؟ هل روايتهم يعني اتفاقهم حجة بمعنى الرواية ولا هو المروي؟ طب واي شيء في المروي؟ كلام في مثل هذا كثير. وأهل البيت النبوي يعني انتهينا من إجماع أهل المدينة وفيه كلام كثير وتحديد يعني ماهية المجمع عليه في أهل المدينة مهم جدا. هل الأقوال الاجتهادية الآراء الاجتهادية ولا المنقولات عن سيدنا رسول الله ولا ولا؟ وأهل البيت النبوي أهل بيت النبوة. طيب وهم فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم. فهذه السلة الأربعة المباركة إذا اتفقت على رأي من الآراء صار اتفاقهم إجماعا وحج. واستدلوا على ذلك بقولهم إنما يريد الله بقوله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يذهب عنكم الرجز، الرجز يعني الخطأ. يبقى ما دام أذهب عنهم الرجز وأزال عنهم يعني هذه الحالة والقول الباطل ده رجز، يبقى الرجز منفي عنهم، أو نقول القول الباطل منفي عنهم. وإذا نفى عنهم القول الباطل فيثبت لهم القول الحق فيكون قولهم قول حق. ولذلك قالوا الخطأ رجس، وكل رجس منفي عن هؤلاء الأربعة، فالخطأ منفي عن هؤلاء الأربعة. تقول كده الخطأ رجس، ده القرآن اللي قال كده إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وكل رجس منفي عن أهل البيت، فالخطأ منفي عن أهل البيت. وإذا نفي عنهم الخطأ ثبت لهم الحق. ويكون على ذلك قولهم حجة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وما دام ان احنا نتمسك يبقى ده حجة، لانه لا يتمسك الا بما هو حج. ما ان تمسكتم به لن تضلوا، يبقى ما دام والتمسك انما يكون بالعمل بآرائهم الاجتهادية، ده معنى الكلام يعني. طيب بس هنا بيقول لك في يعني شوية أجوبة نخليها كده يلا. والخلفاء الأربعة يعني واتفاق الخلفاء الأربعة، يبقى دي رقم كم من المسائل يا مشايخ؟ ثلاث ولا دول أربعة؟ اتفاق أهل المدينة، اتفاق أهل البيت النبوي، ثلاثة، اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مع مخالفة غيرهم يكون حجة، يعني اتفاقهم مع مخالفة غيرهم حج. المسألة الرابعة اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر، مش الإمام النووي والإمام الرافعي لأن ده مصطلح خاص، أو البخاري ومسلم ده مصطلح حديثي، أو زفر ومحمد
ده مصطلح حنفي مثلا، يعني على زي ما بيقول أنا لست حنفيا. قال وأهلي الحرمين مكة والمدينة، يعني واتفاق أهل الحرمين من مكة والمدينة يعني من علمائهم حجة عند بعضهم، والراجح أنه ليس بحجة. وأهلي يبقى ده رقم كم يا مشايخ؟ 5 6. وأهل المصرين الكوفة والبصرة، مش المصرين يعني دخل فيها مصر، القاهرة، قاهرة الأعداء، غير حجة، يعني هذه المسائل الست ليست بحجة عند الجمهور. والجمهور لديهم أدلة كثيرة على إبطال هذه الست. طيب في أدلة كثيرة، طيب على كل حال، لأنه اتفاق بعض علماء العصر لا كلهم، عندنا دليل عام ودليل كلي يجري على الكل، إن الإجماع إنما يكون من الكل ولا يكون من البعض، فأينما اتفقت مجموعة من الأمة دون اتفاق كل الأمة لا يكون ذلك إجماعا، لأن الأدلة إنما أثبتت عصمة الأمة بأكملها لا عصمة طائفة من الأمة. يلا المسألة اللي بعدها. قال وأن الإجماع المنقول بالآحاد حجة. الإجماع تارة ينقل بالتواتر وتارة ينقل بالآحاد. بالآحاد يعني نقل بعدد ليس هو عدد التواتر، يعني لا يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، وهو حج. لماذا؟ لأن الأدلة التي وردت لإثبات العصمة لكل الأمة لم تتعرض لمثل هذا. يا ترى هو منقول بالتواتر أم منقول بالأحد؟ الأدلة أطلقت. ولأن حد الإجماع يقع على الإجماع الذي نقل بالأحد، قال لصدق التعريف به، يعني لأن حد الإجماع يقع على الإجماع الذي ينقل إلينا بطريقة الأحاد، وهو الصحيح في هذه المسألة، وهو الصحيح في 6 مسائل السابقة. وهو الصحيح في الكل. طيب، لأننا عندي 6 مسائل ذكرناهم وقلنا بأن الراجح أنها ليست بإجماع، وهذا قلنا الراجح أنه إجماع، يبقى أنا عندي 7 مسائل، 6 منهم ليست بإجماع والأخيرة إجماع. انتبه، أنا عندي كم مسألة؟ 7، والمسألة بتاع والإجماع المنقول بالأحاد يبقى كام؟ يبقى 7، عندي 6 والإجماع المنقول بالأحد يبقى 7. قال وقيل الإجماع في الأخيرة ليس بحجة، وقيل إن الإجماع في الأخيرة يعني في المسألة الأخيرة اللي هي الصورة 7 ليس بحجة. قالوا لأن الإجماع قطعي، والقطعي لا يثبت بواحد. قال ده شأن الإجماع أن يفيد القطع وأن يفيد اليقين، وذلك لا يثبت بواحد، لأن الإجماع نفسه قطعي يعني لا احتمال فيه، وما كان على هذه الهيئة ينبغي أن ينقل بالتواتر. وأجاب القائلون بعدم ذلك، وبأنه قد ينقل الإجماع القطعي بالتواتر كما ينقل كذلك بالآحاد، أنه لا مانع من نقل الإجماع القطعي بخبر الواحد، غاية ما فيه أنه هيبقى قطعي الثبوت، لا هيبقى ظني الثبوت، قطعي الدلالة. غاية ما فيه أنه إذا نقل بخبر الآحاد يكون ظني ثبوتا قطعي
في دلالته، وذلك لا مانع منه. وقيل إنه في ما قبل الأخيرة من الست حج، ده قول تاني بيقول لا في الست الماضية، ذهب بعض العلماء إلى أنه حجة يجب المصير إليه ويعمل به. وأنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر لصدق علماء العصر بما دون ذلك، يعني بما هو أقل من عدد التواتر. يعني بيقول إيه؟ بيقول عدد الإجماع لا يشترط في الذين يحصل بهم الإجماع أن يكون هذا العدد. لو تصورنا أنه نقل خبرا من الأخبار لكان خبره مفيدا للتواتر، قال لا يشترط هذا. بس خلي بالك أن القضية مختلفة، في كل قضية من القضايا يختلف عن القضية الأخرى. في قضية قد تحتاج إلى عدد، وقضية تحتاج إلى عدد أكبر، وقضية تحتاج إلى عدد أكبر وأكبر. فالمعتبر هو القضية، كما أن المعتبر هنا هيبقى إيه؟ هيبقى المسألة التي ينقل فيها الإجماع. لو افترضنا أن هذه المسألة، وهذا باجتهادي الشخصي وفهمي يعني، هذه المسألة التي يذكر فيها الإجماع، لو افترضنا أنها نقلت على سبيل خبر الأحاد، كم تحتاج من العدد حتى يحصل بها التواتر؟ هتحتاج إلى 5000 في كل طبقة. يبقى لا يشترط في الإجماع أن يكون فيه 5000 من العلماء، اللي هو اللي احنا بنقول عليه أنه لا يشترط فيه عدد التواتر. الله، هذا كتاب عظيم عظيم. وخالف المصنف في غير هذا الكتاب الإمام الجويني إمام الحرمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خالف في غير هذا الكتاب، وكأنه اشترط في المجمعين أن يصلوا إلى عدد التواتر، فشرط ذلك، يعني قال بأنه يشترط في عدد المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر. إيه هو بقى عدد التواتر يا مولانا الإمام؟ ده إمام، ده صاحب وجه عند الإمام الرافعي والإمام النووي، إمام الحرمين ده صاحب وجوه، صاحب وجه يعني مجتهد مذهب. إيه الضابط في هذا؟ قال الضابط في هذا نقل مادة الإجماع المجمع عليه. إيه هو المسألة الفلانية؟ لو نقلت خبر أحاد كم يعني كم تحتاج من العدد حتى تصل إلى التواتر؟ عدد ما مثلا 500 في كل طبقة، يبقى لابد أن يكون في هذه المسألة المجمعون 500. فشرط ذلك نظرا للعادة، نظرا للعادة. عادة إيه؟ العادة عند شارطه، يعني عند من شرط أنه لابد من وجود عدد التواتر في المجمعين. قال العادة تحكم بأن العدد الكثير من العلماء لا يجمعون على القطع في شيء بمجرد الظن، بل لا يقطعون بشيء إلا إذا كان هناك قاطع. يبقى لابد أن يكون العدد الذي يقطع هو عدد مؤهل للقطع بالشيء، والعدد الذي يؤهل للقطع بالشيء هو عدد التواتر، لأن الإجماع عنده يفيد القطع، فينبغي أن يكون حاصلا من أهل القطع. طيب يعني الفكرة عنده إيه؟ الفكرة عنده إنه الإجماع يفيد القطع،
وما دام يفيد القطع يبقى لابد أن ينقل لي بطريق التواتر، ولا بد أن يكون الذي أجمع كذلك هو العدد الذي يحصل به التواتر، أي أن العادة تحيل تواطؤهم على الكذب فيلزم قبول قولهم كخبر كالخبر المتواتر بخلاف ما ليس كذلك، فإنه يحتمل التواطؤ على الكذب والخطأ فلا يكون حجة في هذه الحالة. قال الزركشي: واعلم أن التجويز إنما يتجه إذا قلنا ثبوت الإجماع بدليل السمع، إذا قلنا بأن الإجماع ثابت بدليل السمع يبقى الأمر كذلك إذا قلنا ثبوت الإجماع بدليل السمع، أما من يثبته بدليل العقل كإمام الحرمين يبقى أنت بتقول إيه اللي أثبت الإجماع؟ هل اللي أثبت الإجماع الدليل العقلي ولا الدليل السمعي؟ لو كان الدليل السمعي يبقى لا يشترط في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر، وإذا قلت بأن الذي أثبت الإجماع وحجيته إنما هو دليل العقل يحتاج حينئذ إلى أن يكون الذي أجمع هو عدد التواتر. وأما من يثبته بدليل العقل كإمام الحرمين وهو أن الجمع الكثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة فلا بد من اشتراط عدد التواتر، بيقول كده. ما هو لو اجتمع عدد كبير وأجمعوا على شيء وهذا العدد هو عدد التواتر يستحيل أن يتفق هذا العدد على اختلاق هذا الرأي وعلى أن يتفقوا على باطل، لأن العادة تحيل أن يتفق هذا الجمع الكثير من أماكن متعددة ومن أماكن مختلفة على أن يحدثوا وأن يختلقوا وأن يفتروا هذا الرأي. يبقى المسألة عنده إيه؟ المسألة مسألة عقلية. هو إيه؟ إن العدد الكبير دوت من القطران والبلدان المختلفة الذي اشترك في هذا الرأي يستحيل أن ينضم بعضهم إلى بعض ويتفقوا على أن يختلقوا هذا الرأي. العادة تحيل اجتماعهم واتفاقهم على اختلاق هذا الرأي، وما دام إن العادة تحيل ذلك يبقى خبرهم مقبول كخبر التواتر. يبقى الدليل هو عقلي ولا الدليل سمعي؟ لو سمعي لو ثلاثة اتفقوا، لو ثلاثة اتفقوا يبقى إجماع. عند إمام الحرمين لا، الثلاثة ممكن إن هم يجلسوا مع بعض ويختلقوا الرأي فلا يكون حينئذ حج، والعادة تخطئهم والعادة تجوز عليهم أن يخترع هذا الرأي. وأن الإجماع يكون عن قياس، يتكلم هنا عن مستند الإجماع، يعني كما أن الإجماع يحصل عن نص كذلك يحصل عن قياس، لأن الاجتهاد المأخوذ إيه؟ المأخوذة، لأن الاجتهاد المأخوذ تعريفه من قول الفقهاء لا بد فيه من مستند، والقياس من جملته وهو الصحيح. بيتكلم هنا عن إيه؟ بيتكلم هنا عن دليل الإجماع وعن مستند الإجماع، هل يجوز أن يجمعوا عن قياس كما يجوز أن يجمعوا عن خبر؟ قال: نعم يجوز، يجوز أن يجمعوا عن قياس. ليه يا مولانا؟ قال: لأن الاجتهاد المأخوذ تعريفه من قول الفقهاء لا بد فيه من مستند. الاجتهاد تعريفه إيه؟ تحصيل ظن بحكم، يعني من دليل. فالاجتهاد الذي عرفه العلماء
وضعوا في تعريفه الدليل، لأن ما في اجتهاد لا يكون صادرا ونابعا من غير دليل، لا يتصور هذا، لأنه لو كان نابعا من غير دليل لما كان اجتهاد. لأن زي هدي لك مثال لطيف، هو في صلاة من غير قراءة الفاتحة عند الشافعية؟ طيب هو في اجتهاد من غير مستند؟ لا. لماذا؟ لأنه لما عرفوا الصلاة وضعوا في تعريفها الفاتحة، ولما عرفوا الاجتهاد وضعوا في تعريفها الاجتهاد المستند. الاجتهاد هو تحصيل ظن، الظن بيحصل منين؟ من الدليل بحكم. يبقى اشترطوا فيه أن يكون حاصلا من دليل ومن مستند. قال: وأن الإجماع يكون عن قياس، لأن الاجتهاد المأخوذ تعريفه، الاجتهاد مأخوذ تعريفه من قول الفقهاء، لا بد فيه من مستند، لا بد لهذا الاجتهاد من مستند، لأنه تحصيل ظن، والظن إنما يكون به حاصلا من الدليل والمستند. والقياس من جملة الأدلة ومن جملة المستندات وهو الصحيح. يبقى يا أخوانا الاجتهاد مأخوذ في تعريف الإجماع. طيب والاجتهاد اللي مأخوذ في تعريف الإجماع ده لابد له من مستند، ما هو أنا هجتهد إزاي؟ طيب سيبك من ده، هات تعريف الاجتهاد ثوان في الآخر أهو خلاص. استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم، أهو استفراغ الفقيه الوسع بأن يبذل، ده تصور بقى الاستفراغ اللي ده وسع، تمام طاقته في النظر في الأدلة، ده استفراغ الوسع معناه إيه؟ أن يعني يجتهد في النظر في الأدلة، ومن ضمن الأدلة القياس. شفت بقى؟ لتحصيل ظن بحكم من حيث إنه فقه، فخرج استفراغ غير الفقيه فلا يكون ذلك اجتهاد. وعشان كده ومن أجل هذا نقول لمن يعني يحاول أن يقحم نفسه في التخصصات ويدعي أن الاجتهاد مفتوح، إنما مفتوح لمن قامت به ملكة الاجتهاد. واستفراغ الفقيه لتحصيل قطع بحكم عقلي ده خرج. يبقى فهمناه، يبقى ايه؟ المأخوذ في تعريفه، تعريف ايه؟ تعريف الإجماع، لا بد له من مستند، والقياس من جملة المستندات، لا بد لهذا الاجتهاد من مستند، لأنه تحصيل ظن، والظن إنما يكون به حاصلا من الدليل والمستند. والقياس من جملة الأدلة ومن جملة المستندات وهو الصحيح، لأن الاجتهاد المأخوذ من تعريف، يعني في تعريف مأخوذ، يعني إيه؟ يعني مذكور الاجتهاد في تعريف الإجماع، والاجتهاد لابد له من دليل، يبقى الإجماع لابد له منين؟ من دليل. طب والدليل دوت يصدق على القياس وعلى غير القياس. وبعد ذلك من قول الفقهاء، وأقصد أيضا ومن قول الفقهاء، لا بد له من مستند، لا بد له من مستند، والقياس من جملته وهو الصحيح. ولذلك قال علماء العصر، قال: ونعني بالعلماء الفقهاء وهم المجتهدون.
يبقى انتوا عارفين بقى من قول الفقهاء دي ايه. ارجع للتعريف فيما سبق عندما قال والمراد بقوله، ونعني بالفقهاء العلماء. والعلماء هنا هم من؟ هم الفقهاء، والفقهاء هم المجتهدون. وقيل إنه أي الإجماع عن قياس غير ممكن. ليه؟ قال يعني غير جائز عقلا أن يكون القياس سندا للإجماع، وهو رأي الشيعة وجماعة. وقيل إنه ممكن، يعني ممكن عقلا ولا يترتب على فرض وقوعه محال، إلا أنه غير واقع. يعني غير واقع يعني ليست له أفراد، لم نرى له فردا. ورد بنقضه، يعني ورد ذلك بقصة إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر. الصحابة أجمعت على أن سيدنا أبو بكر هو الذي يكون خليفة، قياسا على أنه كان إماما للصلاة، فأجمعوا عن قياس. ولا يشترط فيه إمام معصوم. بس هذه في المحاضرة القادمة.